بدأت المملكة المتحدة مراسم التتويج الأولى لملك بريطاني منذ عام 37 بتتويج الملك تشارلز الثالث على العرش وسط قوس يعود تاريخها لأكثر من 1000 عام. الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 74 عاما وسيعتلي العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، وستشاركه في التتويج أيضا زوجته الثانية كاميلا ملكة على العرش البريطاني. وتستمر الإجراءات الأمنية وإغلاق بعض الطرق في المدينة استعدادا لحفل التتويج. من لندن مراسل الحدث مصطفى زارو يصف لنا هذه المشاهد الملكية في بريطانيا الآن. مصطفى. محمد، في هذه اللحظة وصل موكب الملك تشارلز الثالث إلى دير وستمنستر التي ستشهد تتويج الملك ال40 في هذه الكنيسة التاريخية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 سنة، وارتبطت بتتويج الملوك السابقين 40 منهم، بالإضافة إلى أن هناك 22 ملكا وملكة يعني توجوا في كنائس أخرى في أكسفورد وباث ومدن أخرى، وبالتالي هذه الكنيسة تحمل صفة خاصة منذ ما يقارب من 1000 سنة، تستضيف كل مراسم تتويج ملوك وملكات في إنجلترا والمملكة المتحدة على مدار هذه القرون، طبعا لطقوس دينية معروفة. لكن هذه المرة سنشاهد بعض الاختلافات والتغييرات تعكس بصمة الملك تشارلز المعروف بدفاعه الشديد عن البيئة، مثلا بالنسبة لبعض الألبسة وأدوات المراسم سيتم استخدامها وتدويرها في هذا التتويج للملك تشارلز الثالث. مثلا بالنسبة للرداء الذي ربما تابعتموه عندما وصل إلى دير وستمنستر، هذا الأبيض هو نفس الرداء الذي ارتدته والدته الملكة إليزابيث الثانية عندما توجت قبل 70 عاما. هذه لحظة تاريخية فارقة، المدعوون كلهم داخل هذا الصرح التاريخي لمشاهدة هذا المراسم التتويج. بعضها سيكون بخصوص المدعوين، يعني التنوع في المدعوين، هل كان أمرا لافتا؟ يعني محمد، يعني بالنسبة لتتويج ملوك وملكات بريطانيا كان يقتصر فقط على شخصيات غير الملوك المتوجين، ولكن هذه المرة يعني الملك تشارلز الثاني يريد أن يحضر ملوك وملكات في خاصة في أوروبا. مثلا بالنسبة الملك الإسباني الملك فيليب سيكون حاضرا، سيشارك في هذا التتويج، بالإضافة إلى أمراء وولاء عهد سواء في أوروبا أو مثلا بالنسبة لولي عهد اليابان، بالإضافة إلى رؤساء دول ورؤساء يعني حكومات دولية، بالإضافة إلى أن هناك سيكون غياب لعدد من هؤلاء الدول، وعلى رأس هذه الدول بالطبع ليست هناك أي يعني علاقات معها، خاصة فيما يتعلق بروسيا، بسوريا، بيلاروسيا، ماينمار، فنزويلا، يعني كل هذه الدول لن تكون مشاركة. ولكن أيضا تم دعوة كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية مثلا على مستوى السفراء، وبالتالي يعني حضور ما يقارب من 100 دولة في هذا التتويج سيمتد تقريبا لساعة، ساعة ونصف، قبل أن يخرج المدعوون من هذه الكنيسة. وأيضا الملك تشارلز الثالث في موكب يعني للتتويج، هذا الموكب سيكون أضخم بكثير مما شاهدناه عندما انطلق من قصر باكنغهام، ما يقارب من 4000 من الحرس الملكي والجنود، بعضهم ينتمون إلى دول الكومنولث يشاركون في هذا التتويج. أيضا بالنسبة لنشاطات أخرى ستكون مرتبطة مرتبطة بهذا التتويج. يعني مثلا سيكون حفل غنائي ضخم في قلعة وينزر غدا مساء غد ابتداء من الساعة 8 ليلا بتوقيت المملكة المتحدة، يشارك فيه عدد من النجوم سواء محليين أو عالميين، أبرزهم لربما المغني الأمريكي الشهير لاينل، بالإضافة إلى كيتي بيري، أيضا إلى مجموعة تيك ذات الإنجليزية. وبالطبع يعني هذا جزء من هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى يوم سيتم تخصيصه فقط لتقديم المعاناة والدعم إلى انتهت الساعة، ولكن نكون معكم. يومكم طويل اليوم أنت والزملاء والزميلات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.